cuori. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، تتم هذه الانطلاقة الأولى لشوطنا الأول الرئيسي للقعدان من مسافة 2 كيلومتر، متمنين بإذن الله تعالى التوفيق للجميع في هذا السباق، سباق العالمية البيطرية. الله، بسم الله وعلى بركة الله، نفتتح هذه الإذاعة أيها الإخوة الأفاضل. أذكر السادة المشاركين بأن هناك جائزة عبارة عن 10,000 ريال بالإضافة إلى رمز مقدمة من العالمية البيطرية، وأيضا الإدارة الكاملة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. بسم الله، نفتتح هذه الإذاعة مع بيان، أو هنا من يتقدم مشاهدين الكرام، يتقدم، هذا هو من يتقدم، رعد، رعد من يفتتح هذه الإذاعة. تعود ملكية رعد لفرج بن محمد بن طالب بن هليل. الله، يا شعار تحذير، ماذا أنت فاعل يا بن هليل في هذا الصباح؟ ننتقل للمركز الثاني، من يتواجد؟ هذا هو مرمر، مرمر تعود ملكيته لعبد الله بن راشد الزقيب المري. من يتواجد مع مرمر على مستوى المركز الثاني والمركز الثالث؟ يصل شعار الحريري، يصل هنا مع الباز مسعود بن فهيد بن راشد المري. من يصل ويتواجد مع المركز الثالث؟ المركز الرابع، يصل شعار الحفار المجد، هنا يحتل المركز الرابع علي بن عبد الهادي الحفار المري. أما المركز الخامس فالوصول هنا من شاهين جابر بن هضبان بن حمد بن سهيل الفسل. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، يلا يا أهل القعدان، يلا يا من يريد الناموس. 10,000 ريال مقدمة من العالمية البيطرية بالإضافة إلى رمز، نعم، مقدمة من هذه المؤسسة أو من هذه، نعم، الشركة الكبيرة. يا سلام، الله، وصلوك يا بن هليل، وصلوك هل الطلايب، وصلوك يا بن هليل هل الطلايب. الله، لا زالت الأمور مع رعد مع فرج بن طالب بن هليل، هل سيحقق هذا الرمز الثاني ولا للجماعة كلام آخر؟ مرمر هنا يغير الأمور، هناك يا سلام، مرمر يغير مجريات هذا الشوط، ولكن يعود بن هليل مرة أخرى. بن هليل هنا والزقيبة وبن هليل اللحظات الأخيرة. الله، مرمر ورعد، رعد ومرمر، مرمر ورعد، لمن الرمز؟ لمن النابوس؟ لمن هذا الفوز؟ ولكن مرمر، ولكن رعد مرمر مع الزقيبة. اسعد الله صباحك يا زقيبة بهذا الناموس. هذا هو الزقيبة مع مرمر، يحتل المركز الأول عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة المري. المركز الثاني، يصل على المركز الثاني رعد لفرج بن محمد بن طالب بن هلي. المركز الثالث يصل الباز لمسعود بن فهيد بن راشد المري. المركز الرابع، يصل على المركز الرابع المجد لعلي بن هادي الحفار. المركز الخامس، شاهين لجابر بن هضبان بن حمد الفسل. تهانينا والناموس